السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض مشكلة بوت نوت بيكسل، مشكلة عدم احتساب النقاط بتاعته. ما تنساش في الأول تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده وتشترك معانا في قناة التليجرام عشان يوصل لك كل شيء جديد أول بأول. احنا ليه مش بتحسب النقط معانا؟ هنيجي مثلا الرسم الدوكس دي، هندوس هنا ادي كده اتحسبت معانا. لازم انت تروح لأي مكان ما يكونش يكون بيحتسب النقط، يعني ما ينفعش تروح لأي مكان وخلاص كده في الرسمة، لازم مكان يبقى بيحتسب النقط، زي دوجز، زي رسمة دوجز كده، دي اللي تروح عندها عشان نقطك تتحسب. ممكن تتأخر على فكرة، يعني مش لازم يعني تتحسب لك على طول، ممكن تتأخر. أو لحد دلوقتي احنا عمالين نكسب اهو، ولحد دلوقتي ما اتحسبتش النقط، بس هي ممكن تتأخر شوية بس هتتحل. يعني هذه المشكلة بسيطة يعني وسهلة جدا، مش محتاجة أي كلاكيع. انت بس تروح لأي مكان كده فيه رسمة زي رسمة دوجز مثلا أو رسمة بلم دي، وتشوف في الأول هل هتتحسب النقط ولا لأ، بس انت خليك في دوجز أضمن يعني. بس دي القصة وما فيها. علينا 19 هتتحسب مع الوقت. عملنا كده مثلا إعادة تحميل الصفحة، تحميل تاني، بس هتاخد وقت والنقط دي هتتحمل. يعني هي لسه متحملتش النقط اللي احنا كسبناها، بس هتتحمل يعني، بس ممكن هتاخد وقت شوية. ممكن لو قفلنا وفتحنا هتتحسب النقط، بس انت يعني طول ما انت اتحسبت معاك النقط 10 و10 زي ما طلعت معانا كده، وبعد كده هتتحسب. ممكن فوق تاخد وقت بس هتتحسب يعني. فدي حل المشكلة، حل المشكلة بسيط جدا يعني، مش محتاج اي حاجة يعني خالص. تدوس على اي مكان زي دوجز كده مثلا، وتبتدي ايه تجمع، تشوف رسمة كده مثلا معاك هنا، تكبر كده الرسمة وتشوف اللون الأبيض مثلا، تعلم على اللون الأبيض اللي هو اللون الأساسي في الرسم بس، وهتتحسب معاك النقط. دي المشكلة وحلها سهل جدا يعني. وبس ده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده، وتشترك معانا في قناة التليجرام عشان يوصلك كل شيء جديد أول بأول. وهسيب لك اللينكات تحت في وصف الفيديو وفي التعليقات، لينك قناة التليجرام ولينك البوت. يلا شباب، في أمان الله، موفقين جميعا.